ميكروسوفت وسوني مع بعض. لتو ما فهمش الحكايه هذه وما دخلتش المخي. مرحبا بك في الابيزود 9 من جيمينج نيوز. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد، واليوم نتقابلوا في الابيزود 9 من جيمينج نيوز اللي باش نحكيو فيه على اخر اخبار الجيمينج كالعاده. اما مشكل عاده خطر عندي ممكن شهر ما هبطش فيديو. بما علينا نبداو بالخبر الاول نتاع الابيزود نتاع اليوم، واللي هو من عند مايكروسوفت اللي اعلنت انه الشبكات نتاعها الاكس بوكس لايف ولات مربوطه مع البي سي. يعني جماعه اللي عندهم اكس بوكس كونتوات اكس بوكس لايف على البي سي نجموا يلعبوا مع اللي عندهم اكس بوكس 1، وهكاك معناها نجموا يلعبوا مع بعضهم. ومعناها الحكايه هذه بدات مع لعبة روكيت ليج اللي معناها دعمتها البلاي ستيشن 4، واللي معناها نجموا يلعبوا مع جماعة البلاي ستيشن 4 يلعبوا مع البي سي. وهكاك تو لحقت مايكروسوفت واللي جماعة الاكس بوكس 1 ينجموا يلعبوا مع جماعة البي سي. لكن الميزة هذه ما هيش موجودة عند سوني معناها بطريقة رسمية، جست حكاية الروكيت ليج. لكن تويك معناتها مايكروسوفت أعلنت عليها بصفة رسمية وولات معناها برشا لعب باش يهبطوا فيهم الميزة هذه، باش تولي ديسبونيبل لجماعة البي سي والوان ونجموا يلعبوا مع بعضهم. لكن الخبر الثاني اللي هو خبر التو ما دخلش المخي واللي عملت الرياكسيون بتاعه هكاك في الانترو، خاطر مايكروسوفت قالت انه الحكاية هذه بتحب تخدمها مع سوني. وهكاك الناس كل معناها اللي عنده بي سي اللي معناها يلعب على ستيم على الاوريجين ينجم يلعب مع جماعة الكونسول اللي عندهم بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1. وهذا يا خاطر معناها لوجيكمو القطايع اللي موجودين في بلاي ستيشن 4 هما عبارة على بي سي في الاخر، لكن جوست لو اس نتاعهم مبدل. وهكاك معناها مادام القطايع ولاو معناها قراب ياسر لبعضهم والجرافيك ماهوش بعيد ياسر على معناها ماهوش بعاد على بعضهم برشا، هكاك معناها ينجموا يلعبوا مع بعضهم. وديجا في البروغراماسيون ولات قريبة ياسر الحكاية لبعضها، وهكاك ينجموا يلعبوا مع بعضهم. الحكاية معناها مازالت ماهيش اوفيسيال، خاطر مازالوا يستناو في الرد متاع سوني على الموضوع هذايا. وان شاء الله تكسبتي سوني، خاطر بالحق برشا معناها واحد عنده صحابه لكن يبدا عنده بلاي ستيشن 4 ويبدا مربوط معناها ما ينجمش يلعب. سو ان شاء الله تصح الحكاية ونتعداو للخبر الثالث من جيمينج نيوز. اعلن مدير استوديو دايس الي المسؤول على تطوير لعبة باتل فيلد 4 ديفيد سيرلاند انه سي ديل سي متاع باتل فيلد 4 ما عادش يهبطوا، معناها الاستوديو متاع دايس ما عادش باش يزيد يهبط كونتنت لجماعة الباتل فيلد 4، وسي معناها الديل سي باش يقصوا باش يقعد جوست لي سيرفر متاع الميتي بلاير يخدموا، خاطر هي تو ما قالت وقتها باش توقفهم. لكن لحد الان مازالوا برشا يلعبوا فيها اللعبة هذية وبرشا ما عجبتهمش الحكاية. لكن سي شوف انت قداش عندها عامين اللعبة ملي هبطت وديما معناها يهبطوا في الديل سيز، وسي معناها استوديو باش يخدم على حاجة اخرى ومعناها من المتوقع تكون باتل فيلد 5. أعلنت AMD في مؤتمر GDC 2016 على أقوى كارت جرافيك على حد تعبيرها هي اللي هي Radeon Pro Duo. الكارت هذه سوما 1500 دولار باش تكون فيها نويتين من نوع فيجي، هذوما الزوز مصنوعين بدقة تصنيع 28 نانومتر، دونك باهية ماهيش خايبة من ناحية دقة التصنيع. مي حسب ما تقول AMD الكارت هذه باش توفر أحسن اكسبيريونس من ناحية الجيمينج والفيديو اديتينج وسيرتو الفيرتيو رياليتي، خاطر الكونسيبت هذايا متاع الفيرتيو رياليتي قاعد ينتشر مانيش عارف وين واصل، ممكن حتى يبدل لنا احنا الكونسولز والكل باش يولي مهم برشا بالنسبه لنا. سو نستناو وين باش يوصل الفيرتيو رياليتي هذوما، وقولوا لي رايكم اللطف في الكومنتير على الموضوع هذا. الخبر الثاني من ناحيه التيك من عند سامسونج اللي تحب تنافس الايفون 5 SE اللي باش يخرج في 21 مارس. لحد الان هذه 90% مؤكده، لكن فما احتمال تبدل راي ابل. سو نستناو حتى الدات اوفيسيال نتاع الايفينمون نتاع ابل 21 مارس. سامسونج زاده جات اشاعه من تايوان تقول انه سامسونج باش تخرج تليفون باش ينافس الايفون 5 SE باش تسمي الجالكسي S7 ميني. السيري هذه نتاع الاس ميني يعني اس سيريز الميني كانت موجودة وقصت عليها سامسونج في الاس 6، موجودة في الاس 5 اس 4 اس 3 اس 2 اس 1،
لكن قصت عليها في الاس 6 خاطر ما نعرفش ممكن ما قالتش سبب بيحط تخرجوا، لكن تو مادام ابل عندها الفايف اس اي وباش ينافسوا معناها في السوق نتاع العباد اللي يحبوا التليفونات الصغار، دونك قررت سامسونج تخرج التليفون هذا لحد الان هذا اشاعة، دونك الله اعلم شنو باش يصير، لكن 90% نقول انه سامسونج باش تعملها الحكايه هذه وباش يجي تليفون قريب ياسر للسبيكس نتاع الاس 7، والايفون 5 اس اي باش يجي قريب زاد على 6 اس بالبروسيسور A9، دونك يقعد نفس البروسيسور نتاع 6 اس لكن باش يطيحوا في ممكن في ريزوليسيون نتاع ليكرون، دونك باش يطيح التايم معناتها ما يسحقوش الريزوليسيون الكبيره في ليزيكرون الكبار، ممكن يزاد يطيحوا شويه في الرام ويطيحوا شويه في الكاميرا، وهكاك باش يكون سبب منطقي باش ياخذوا التليفون الصغير هكا. سو الله اعلم شنو باش يصير. هكا كانت وفات الحلقه نتاعنا، اذا كان عجبتك حط لنا لايك، اذا كان ما عجبتكش حط لنا ديسلايك، كومنت شير سبسكرايب وكل حكاية الكل. سو مرحبا بكم في السيري نتاعنا وفي الفيديو. كان معكم احمد كابو من موقع تينيزي جيمرز، تشاو.